صفقة مكافحة المخدرات بين المصلحة الولائية الشرطة القضائية أمن ولاية بوسطغان من تفكيك شبكة خطيرة مختصة في ترويج المخدرات وتوقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة ينحدر من بلدية حجاج ولاية بوسطغان متورط في قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة وحجز 9 كيلوغرام منها. القضية جاءت إثر معلومات في إبرام سرقة بيع من المخدرات على مستوى منطقة غابية بالقرب من بلدية حجاج علي وبعد إخطاء السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بوسطغان واستغلالا للمعلومة بعد عملية ترصد للمشتبه فيهم تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وبحوزته 83 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدره 9 كيلوغرام فيما لاذ مرافقيه بالفرار إلا أن الأبحاث جارية في شأنهما إلى غاية توقيفهما وتقديمهما أمام العدالة. أما عن المصدر المخدرات تبين أثناء التحقيق أن سالف الذكر عثر عليها بإحدى شواطئ بلدية حجاج بعد أن لفظتها أمواج البحر وقام بتخبئتها لغرض البيع. عن التهم حيازة ونقل وتخزين المخدرات لغرض المتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه سيقدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.